المغربي يمكن يعيش بحال الدول الأوروبية، بحال هولندا، بحال بلجيكا، بحال فرنسا، لأن المغرب عنده ثروات، عنده الثروة الفوسفاتية، وعنده الثروة الفلاحية، وعنده الثروة السماكية، وعنده واحد الاستقرار جيولوجي، يعني لغير معرض للزلازل وللفيضانات وللبراكين. فهذه المؤهلات الطبيعية والمؤهلات الاقتصادية، زائد أنه يتوفر على قاعدة شبابية كلها صالحة للشغل وللعمل، فيعني شيء طبيعي أنه إذا زال هذا النظام الملكي سوف يمكن للمغرب أن يلتحق بهذه الدول المتقدمة، ويكون مستوى العيش للمغاربة في مستوى دولة هولندا وفرنسا وبلجيكا وكل شيء. هذا شيء سهل. نحن نرى الآن حاليا هذه الدول هي متقدمة علينا اقتصاديا، رغم أنها لا تملك لا فوسفات ولا ثروات فلاحية ولا طبيعية ولا سمكية، ومع ذلك هم متقدمين علينا، والدخل الفردي عندهم مرتفع أضعاف مضاعفة على الدخل الفردي الموجود بالمغرب. محمد، الحاجز هو هذيك الملكية. الملكية هي التي تضع الحواجز، وهي التي لا تريد للمغرب أن يتقدم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا وإنسانيا وحقوقيا، لأنها تريد المغاربة أن يظلوا عبيدا تحت حكمها. هذا هو السبب. ولكن الأخ محمد، كاين بزاف د الثروات يقدر يعيش هاد الملك، وحتى الشعب يقدر يعيش، وعلاش زعما عايش غير هو والشفارة اللي حاكمين معاه؟ الملوك بالفطرة هم مرضى بالجشع، فهم لا يقنعون. فمثلا المغرب، ملك المغرب يحكم المغرب، وهو يتمنى أن يحكم إفريقيا كاملة وأن يستولي على ثرواتها، لأنهم مرضى بالجشع لا يقنعون. ليس كالإنسان العادي، إذا كان لديه سكن متواضع وسيارة وراتب شهري يمكنه أن يحس بالسعادة ويقنع. الملوك مهما حصلوا على الأموال وعلى الثروات فدائما قلوبهم جائعة، فدائما هم يريدون أن يستولوا على خيرات الشعوب وعلى خيرات أوطانهم وعلى جميع الخيرات، لأنهم مرضى بمرض الجشع. فلهذا أي شعب يحكمه نظام ملك فدائما تجد الشعب فقير والملك هو الغني، وهو وباقي الأمراء والأميرات وحاشيتهم. هذا ينطبق على الدول العربية الدكتاتورية. أما الملوك في أوروبا فهم ملوك يسودون ولا يحكمون، فهم عبارة عن رموز، بل الذين يحكمون الحكم الفعلي هم رئيس الحكومة أو رئيس الحكومة أو رئيس البرلمان، هم الذين يحكمون. بينما الملك في الدول الأوروبية والدول المتقدمة تجده يسود ولا يحكم، فقط عبارة عن رمز. والذي يحكم في الدول المتقدمة تجده هو رئيس الحكومة أو رئيس الوزراء. في العكس في المغرب تجد أن الملك يجمع جميع السلطات السياسية، ويجمع جميع السلطات الاقتصادية، ويجمع تحت يده السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويستولي على جميع الأشياء ويحكم حسب أهواه، ولا يترك المغرب يتقدم لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا اجتماعيا، وهذا كله يعاني منه الشعب. وأنت ترى دائما انتفاضات، الناس ينتفضون من أجل نيل حقوقهم. محمد، الأخ محمد، واحد السؤال اللي حيرني أنا بعدا. المغرب عنده ثروات لا يحصى، كما ذكرتي أنت، أوروبا ما عندهاش هذيك الثروات، ولكن تايني متقدمة، الشعب ديالها عايش، كاين المستشفيات، كاين الخدايم، كاين كل شيء موفر للشعب ديالو. المغرب
المغرب عنده الثروات، الثروات السمكية، الثروات الفلاحية، الفوسفات، بالزنق، زيد وزيد وزيد ياك. ولكن كنشوفو كيسلف الفلوس من برا. في النظرية ديالك علاش كيسلف هاد الفلوس رغم أن عنده ثروات لا تحصى؟ هولندا وباقي الدول الذين في مثلها هم دول متقدمة ولا يعانون من أي ضائقة اقتصادية، وليست لهم ديون خارجية، وشعبهم مرتاح لأن حكمهم يقع تحت حكم المؤسسات. المغرب العكس، المغرب لدينا ملك عنده السلطة المطلقة، ودائما صاحب السلطة المطلقة يحكم بأهوائه ويهمش جميع السلطات، ويجعل علماء السلطان وفقهاء السلطان والأبواق المأجورة ومرتزقة الإعلام وأشباه المثقفين والأكاديميين المتآمرين على المغاربة يجعلهم في صفه بإعطائهم مناصب وبإرشائهم لكي يطبلوا ويزمروا له. ومن طالب بحقه وعارض سياسته الفاشلة واشتكى من المعاناة التي يعانيها تحت حكمه من المغاربة فمصيره السجن. هذا سببه، وأن في الدول المتقدمة السلطة عند الشعب، وفي المغرب هناك شخص واحد عنده سلطة مطلقة يتحكم في كل شيء ويتدخل في كل شيء ويميع كل شيء ولا يتقن أي شيء. هذا هو السبب. السبب هناك في هولندا الشعب هو الذي ينتخب البرلمانيين وهو الذي يعين الحكومة، والملك أو الملكة عبارة عن رمز تسود أو يسود ولا يحكمون، بينما في المغرب تجد الملك عنده سلطة مطلقة يحكم حسب أهوائه وهو يسير في الهاوية، ومن عارضه ومن انتقد سياسته الفاشلة فالكل يهجم عليه ويقول له أنت انفصالي، أنت بوليزاريو، أنت تدعمك الجزائر من إسرائيل، أنت كذا أنت كذا أنت كذا.